الأخ عبد العزيز من المغرب يسأل عن مرتكب الكبيرة التي عليها حد، يقول هل الأفضل أن يبلغ عن نفسه أو أنه يسر على نفسه؟ من أتى كبيرة رتب الشارع الحنيف فيها حدا، فالأولى أن يتوب إلى الله فيما بينه وبين ربه، وأن يستر على نفسه ولا يفضحها، هذا هو الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حديث ماعز ابن مالك الأسلمي لما أدلقته الحجارة وفر، قال هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فالأولى أن يستر المسلم على نفسه ويصدق مع ربه في أوبته وتوبته من الكبائر وحتى من الصغائر. تاب الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. اللهم آمين.